أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من قناة الصحة والجمال. بنحييكم وعلى الهواء مباشرة، ومعانا ضيف جميل، ضيف معايا سلسلة حلقات كتيرة. هو الدكتور شريف الشافعي، آسفة، أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والغدد الصماء والسكر. في حلقاتنا السابقة تحدثنا مع دكتور شريف في أمراض السكر عامة كلها، واتكلمنا عن أمراض الضغط والغدة الدرقية. النهاردة معانا موضوع مهم جدا، يكاد يكون بيرهق ناس كتير، ويكاد يكون طبعا مرض العصر زي ما بيقولوا، ومرض قديم وجديد في نفس الوقت. النهاردة دكتور شريف هيكلمنا عن الميكروب الحلزوني، وعن موضوع مهم جدا جدا والبلا، وهو يعني مش عايزه نقول ارتجاع المريء. ارتجاع المريء يعني الموضوع كبير قوي اللي احنا كلنا بنعاني منه النهارده، اللي بنشتكي منه الام في الصدر، الام في الاسنان، الام في المغص في المعده، مغص في البطن. بنرحب الاول في بدايه البرنامج بدكتور شريف. اهلا بحضرتك دكتور شريف معانا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا في الاستوديو. اهلا بيك. ويجي في ختام حلقتنا اللي احنا مش عايزين نختمها مع حضرتك، اللي هي سلسله حلقتنا مع حضرتك النهارده، زي ما قلت في مقدمتي هنتكلم بدايه عن ارتجاع المريء. ارتجاع المريء طبعا هو مرض منتشر جدا 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 دلوقتي في الفتره دي، مع طبيعة أكلنا السريعة والمقليات والحاجات اللي فيها شطة وصلصة وكاتشب والحاجات دي، منتشر جدا. هو مرض بينتج من ضعف العضلة اللي في نهاية المريء، اللي هي المفروض ما بتخليش الحمض اللي في المعدة يرتجع إلى المريء، اللي هو طبيعته قلوية. العضلة دي بتضعف من إيه؟ العضلة دي بتضعف من أسباب كتير، تضعف من مع السيدات أكتر، مع الحمل والولادة وزيادة محيط البطن لما تدخن، مع المدخنين اللي عندهم تدخين كتير، مع الناس اللي بتاكل شطة كتير، مع الناس اللي وزنهم زايد، مع الناس اللي عملوا عمليات جراحية كتير في بطنهم. ايا كان، العضلة دي لما بتضعف بيبدأ الجزء الحمض المعدة الحامضي يطلع للمريء، يعمل التهابات مزمنة وأعراض هنتكلم عليها لما نيجي نتكلم على الأعراض. طب دكتور شريف، حضرتك أعطيتنا نبذة تكاد تكون جميلة عن ارتجاع المريء. عايز أعرف من حضرتك سببه إيه؟ سببه الرئيسي إيه؟ مش الأكلات وبس، لا، هل في حاجة مثلا مرضية مزمنة عند الإنسان؟ لا، ولا هو ده مرض ضعف في العضلة اللي هي في العضلة أو الصمام اللي في آخر المريء. الضعف ده بيبقى مختلف اسبابه، وزي ما قلت لحضرتك هو مع الاكل الحريف الكتير، مع زياده الوزن في السيده حامل او زياده الوزن عموما، مع نظام الاكل الغلط، مع فرط التدخين اللي هو منتشر جدا دلوقتي، واحد بيدخن بكميات كبيره بيبدا العضله دي تضعف، فيبدا جزء من الحمض بتاع المعده يطلع يرتجع لفوق، ويبدا يعمل مشاكل. الاعراض هنتكلم عليها لما نيجي نبدا نتكلم على ده اللي بيسموه بقى دكتور الحموضه. هو بيتسمى كده، عندي حموضه. تمام. عندي حموضه وحده وباكو فوار في شويه ميه والدنيا هتخلص، وهو ده الاعراض الشائع. إيه طبعا ده المفهوم الخاطئ، فاحنا بنقول ارتجاع المريض بيعمل حموضه في المسمى العام، لكن ليه اسباب كتير زي حضرتك ما ذكرت لنا دلوقتي. طيب اول حاجه بتخلينا نقول او بنشخص المريض ده او البيشن بتاع حضرتك لما بيجي لك ان هو فعلا عرضه ارتجاع مريء، بنشخصه ازاي؟ الاعراض بتاعته اكتر حاجه اللي هي مشهوره عند كل الناس هارت بيرن. هارت بيرن يعني حرقان في صدري. على طول، والحرقان ده بيرتجع لحد الحلق. ممكن يجي لنا ده العرض العام المشهور جدا. لو في غير كده بيجي لنا من تخصصات تانية، تخصصات صدر، بيروح لدكتور الصدر عنده كحة. أول حاجة طبعا كحة متكررة، بيصحى من النوم على كحة. دكتور الصدر بفحصه بيلاقيه ما عندوش مشاكل في الصدر، بيقول له غالبا ده ارتجاع مريء وبيحوله لنا. بيجي لنا برضو محاول من دكاترة الأنف والأذن عشان خاطر بيعمل التهابات مزمنة في الحلق، ويبقى سببها الارتجاع، حموضة متكررة، وهو العيان ممكن يكون ما بيحسش بأي أعراض، بس هو بيتردد على دكتور الأنف والأذن عنده التهابات مزمنة في الحلق، ويكون سببها برضو ارتجاع المريء. تمام. يا إما شكوى عامة معروفة اللي هي حرقان في فم المعدة، والحرقان ده بيطلع على زوري، يا إما من تخصصات تانية، كحة مزمنة بالليل، أو ضيق في النفس، أو بقوم بالليل على ترجيع، أو حرقان بيطلع على صدري وأرجعه، أو التهابات مزمنة في الحلق.
تمام يا دكتور، ده بالنسبة لتشخيص المرض. طيب وقلنا أعراضه بتبقى إزاي. طيب حضرتك البيشن بتاع حضرتك لما بيجي لك اوريدي بالموضوع ده وحضرتك شخصته، تمام، بنبدأ طريقة علاجنا في الأول. هل العلاج بيختلف من شخص لآخر ولا علاج ارتجاع المريء كل واحد؟ عايز أعرف من على حضرتك. حسب شدة المرض احنا بنقسم المرض لثلاث مستويات، تمام يا اما مستوى بسيط في البداية اللي هو بيجي له الاعراض مرة او مرتين في الاسبوع مع اكل حريف، مع اكل مسبك، مع اكل ونام، بدأت تظهر الاعراض مرة او مرتين في الاسبوع. في ناس تانية اللي هي متوسطة الشدة بيجي اكتر من مرتين في الاسبوع، وفي حالات الشديدة بقى بيجي له الاعراض بشكل يومي. بناء عليه احنا بنقسمهم في علامات كده بتقول لنا علامات خطورة. لو العيان جاي لنا من الاول واحنا عملنا شكله شاحب او عملنا تحليل لقينا عنده انيميا ومعاه اعراض، يبقى العيانين دول من الناس اللي لازم نعمل لهم منظار، عشان دي بتبقى علامات مقلقة. تمام. لو بدأ من كتر الارتجاع ده يحصل له صعوبة في البلع، برضو ده بيبقى مريض مرشح عندنا انه يتعمل له منظار من الاول بشكل قوي. لو العيان بيفقد وزن برضو وجاي عليه اعراض الارتجاع بيبقى غالبا بنبدأ منظار. التشخيص بالمنظار بيبقى غالبا سهل جدا، اول ما بيدخل بالمنظار بيقسمه برضو على حسب اللي بيشوفه في المنظار لاربع مستويات A B C D، بناء عليه احنا بنبدأ نعالج. برضو ساعات في حالات المتقدمة اللي هي ما بتستجبش للعلاج بنستخدم وسيلة تشخيصية تانية اللي هي قياس الضغط بتاع العضلة العاصرة اللي في أسفل المريء عن طريق جهاز اسمه مانومتري في مراكز المناظير. دوًا بيطلع لنا تقرير مفصل هل الارتجاع دوًا بيبقى ارتجاع حمضي فعلًا ولا ارتجاع هواء ولا أسباب تانية، في فتاء في الحجاب الحاجز اللي هو ايوه بالظبط كده. بيبقى عند أغلب السيدات بيبقى جزء من المعدة طلع فوق في الصدر وبدأ يعمل الأعراض دي، وغالبًا بيبقى الحل في بيبقى الفتاء. تهتك كده في الحجاب الحاجز بمعنى اوضح. العضلات ضعفت فبدأ ضعف جزء من بالظبط المعدة كده. طلع تمام. فوق، فده غالبًا بيبقى حله جراحي. تمام. بوجه عام مستويات العلاج احنا اتكلمنا على التشخيص، يهمنا بقى العلاج. العلاج احنا في الاول بنقول بندي ادوية تنظم حركية القولون، بمعنى انها تقوي شغل العضلة العصيرة اللي في اسفل المريء، وادوية تانية بتعادل حموضة المعدة عشان الحموضة دي لما تطلع فوق في المريء اللي هو قلوي ما تثبتش التهابات مزمنة خالص، اللي هي بروتون بامب انهيبيتور بمختلف انواعها. برضو بننصح المريض بتنظيم اكله، البعد عن المقليات، تقليل التدخين، تقليل الوزن، لو فيه لازم 4 ساعات قبل النوم ما ناكلش اي حاجه، ما ينفعش ياكل وينام، لان دي برضو حاجه في مرضى بتزود اصلا الارتجاع الموضوع بتزود طبعا. الاعراض جدا. ومعاهم دايما ممكن ندي قبل النوم في الحالات الشديده اتش 2 بلوكرز اللي هي أدوية معينة زي الرانتيدين والفاموتاك والفاموتيدين والكلام ده، بنديه بالليل بعد العشاء بحيث ان هو العيان يقدر يتكيف مع نظام الحياة، لأن هو ارتجاع المريء مرض مؤرق لنظام الحياة، يعني يقومه من النوم تعبان، يحصل إرهاق ليه، ما يقدرش يروح الشغل الصبح ما مش عارف ينام طول الليل، ايوه طبعا يعمل له أعراض يبقى مش قادر يستمتع بحياته. اكيد طبعا. عدم استمتاع بالحياة عامة بسبب الأرق اللي بيحصل مع المريض طول الليل، مثلا وجع في الصدر، طبعا وجع في ضربات القلب سريعة، حموضة زي ما بيقولوها كده. لكن رأي حضرتك ايه دكتور برضو في العلاج الخاطئ اللي انا عايزة انوه عليه لكل المشاهدين دلوقتي بيسمعونا؟ انا عندي حموضة فقط لا غير، الحموضة دي عندي بصفة مستديمة بجيب لها معذرة يعني باكوراني من الصيدلية وبشربه. انا بجد الموضوع ده يعني مضايقني انا شخصيا، هو الموضوع كده عند كل الناس دلوقتي، باكوراني بدوبه وبشربه خلاص الدنيا خلصت، يبقى انا ما عنديش اي مرض. ما هو المشكلة عند بعض أغلب الناس إن هو ممكن يكون الموضوع موجود من غير أعراض لحد ما يكتشف بتخصص تاني، يعني ممكن يجي لنا ما عندوش أي أعراض بس هو دكتور صدر يكتشفه أو دكتور أنف وأذن. مش القصة إن أنا أعالج عرض، القصة إن أنا أوصل إيه السبب. أغلب الناس حتى راني أو الحاجات اللي هي بتستخدم بوقت محدد دي، الحاجات دي بتضيع الاعراض لفترات قليله، لكن هو تاثير المرض احنا كشيء مشكله مسكن بس في الوقت ده. مشكله ارتجاع الحمض دون على المريء اللي هو قلوي، ايوه ان هو يغير الخلايا اللي في اسفل المريء تبدا تتحور
وتعمل حاجة اسمها بارت أوسوفيجاس، دي مضاعفة معروفة لارتجاع المريء، وهي للأسف بتبقى يعني ممكن تقلب لأورام يعني. فاحنا بنقول للناس احنا حتى لو انا برتاح لما بروح للصيدلي او باخد حاجة مؤقتة، لا لازم الرجوع للطبيب أكيد البشري طبعا. اللي هو هيقدر يشخص المرض ويديك علاج على ده نهائي. الأساس. طب رأي حضرتك إيه دكتور في السيدات الحوامل اللي دايما الموضوع ده أكثر ناس عرضة لموضوع ارتجاع المريء هي السيدة الحامل، رأي حضرتك إيه؟ طبعا السيدة الحامل مع الحمل بتكتسب وزن بشكل كبير، غير ان الرحم حجمه بيكبر، أيوه حجم الرحم لما بيكبر بيضغط على المعدة، يزود اعراض أكيد. الارتجاع جدا جدا. كل ما السيدة بتتقدم في الحمل أه اعراض الارتجاع بتزيد، خاصة لو هي مريضة فعلا ده ارتجاع في من قبل الحمل. يعني ده بيلاحظ فعلا في الشهور الأخيرة. بس الحمد لله دكاترة النساء بدأوا يعني ياخدوا بالهم من الموضوع ده، وبيدوا علاجات، والعلاجات بتاع اغلب الارتجاع في علاجات منها مسموحة اثناء الحمل، مفيش منها اي مشاكل على تمام. الام ولا على الجنين، فبقى الموضوع مسيطر عليه جدا. احنا بننصح الحامل بالذات انها بس تقسم وجباتها وجبات صغيرة ومتكررة، ممكن تاكل 5 وجبات في اليوم مفيش اي على مشاكل. فترات طبعا. ايوه تاخد 5 وجبات في اليوم، ده هيفيدها جدا ان حتى لو هي مريضة ارتجاع تقدر تتحكم في الاعراض. بنقول لها حاجة تانية، ان الادوية زمان ما كانش عندنا معلومات كافية ان الادوية تستخدم في الحمل بتاع الارتجاع، لا دلوقتي في ادوية كتيرة من ادوية الارتجاع بتستخدم في الحمل بامان كامل ومفيش منها اي مشاكل خالص، وبيتعالجوا وبيبقوا كويسين جدا مفيش مشاكل. طيب المواد الحمضية دكتور زي مثلا الزبادي او الحاجات دي اللي الناس بتاخدها لما بتحس بالحموضة، عايزة رأي حضرتك فيها ايه؟ والله هي حل مؤقت لكن مش حل نهائي، وفي بعض الحالات ممكن تزود الموضوع مش تقلله. تمام، لان في ناس فعلا بتقول باكل الحاجة دي وبيزيد الموضوع معايا مش بيقل. ما هي تختلف من شخص لشخص. تمام، في ناس ممكن ياخد لبن رايب او زبادي او او زبادي او اي حاجة من الحاجات دي يرتاح، وفي ناس تانية لا، تختلف من شخص لشخص حسب شدة المرض وحسب درجة الالتهاب اللي حاصلة في المعدة او في اسفل المريء. كل ما هيكون الالتهاب متقدم غالبا الحاجات دي مش هتعمل اي نتيجة، كل ما يكون الالتهاب بسيط ممكن تعمل نتيجة مؤقتة. بس احنا بنقول للناس برضو ننصحهم ان لا، ارجع للدكتور المعالج هو اللي هيقدر يديك حاجة مناسبة لحالتك وان شاء الله تتطور عليها وتتحسن عليها يعني. طيب دكتور شريف برضو بس على حضرتك سؤال مهم جدا، في اكلات معينه ممنوعه من للمريض ارتجاع المريء، يعني حاجات معينه كده بنبعد عنها تماما؟ مريض ارتجاع المريء اول اكلات لازم يبعد عنها خالص المقليات، مقليات الزيت، بطاطس مقليه، طعميه، بانيه، الزيوت مسقعه، عامه. اي حاجه مقليه في زيت بكميه كبيره، سمك مقلي، بانيه كنتاكي، الحاجات اللي هي مليانه زيت وشاربه زيت دي بتبقى خطيره لمريض ارتجاع المريء وبتزود الاعراض جدا جدا. تاني حاجه بنبعد عنها برضو الشطه، اللي هي بقت في اسلوب حياه ناس كتير. الشطة عند شخص سليم ممكن يستحملها او شاب صغير، لكن الشطة على مريض مريض ارتجاع صعب. المريء هتزود له الاعراض بشكل مبالغ فيه، فلا نبعد عن الشطة، نبعد عن الكاتشب، المقليات عامة نبعد عن والكاتشب. المسبك الحراق، المشروبات الغازية برضو بتزود اعراض الارتجاع بشكل كبير. فلا احنا نحافظ في الحاجات اللي احنا قلناها دي، مقليات، مسبك، شطة، مشروبات غازية، الحاجات دي. دي الممنوعات. وأهم معلومة جامدة جدا لمريض الارتجاع إن هو ممنوع الأكل قبل ما ينام ب4 ساعات لأنه مش هيعرف ينام، تمام، فمهم جدا إن هو قبل ما ينام ب4 ساعات إنه يوقف أكل خالص. ده بالنسبة لحضرتك الممنوعات. طيب الحاجات اللي بتساعد في تحسين الحالة العامة كلها لمريض ارتجاع المريء زي أكلات معينة، زي سيستم حياة معين، عايز أعرفه من حضرتك ده. اول حاجه لو هو مدخن يبدا يوقف التدخين، ده بيساهم جدا في تحسين اعراض الارتجاع جدا، لان الاعراض الارتجاع بيبقى زايد جدا مع الناس مدخنين. أكيد. رقم 2 بالنسبه للست الحامل زي ما قلنا، تقلل وجبات، تقلل كميه الوجبه تقسم الوجبة على وتقسم خمس الوجبات مرات مثلا، خمس بدل ثلاثة مرات يبقى خمسة ستة. تمام. تمام. تالت حاجه بالنسبه للناس اللي هم بيحبوا اكل بالشطه والكلام ده، لازم يقلل الشطة وكمية الشطة عشان بتزود الأعراض جدا. رابع حاجة احنا ناكل أكل مسلوق أو مشوي، ده أكل صحي جدا برغم إن هم بيقولوا ده أكل مرضى وكده، لكن هو ده الأكل يا ريت. الصحي اللي يقدر يبعدنا عن أي مضاعفات على المعدة.
كل ما كمية الزيوت والدهون هتزيد في الأكل، أعراضه أو آثار الجانبية للأكل هتبان أكتر على المعدة وعلى المريء. فاحنا لا بنقول للناس ابعدوا دايما عن الأكل الدسم، خليكم في الأكل الصحي اللي هو دايما يعني مسلوق أو مسلوق، مشوي. السوتيه، المشوي، أيوة الكلام ده الحاجات دي كله. طبعا بتريح المعدة جدا اكيد. وبتساهم مع الأدوية إن العيان يتحسن بدرجة كبيرة. طيب السوائل يا دكتور، السوائل عامة، لا اي كمية سوائل السوائل أنا أشرب تنصح مية، بيها بايه؟ لا المية او أشرب مية انواع كويس سوائل أوي. معينة لمرضى ارتجاع المريء؟ لا أهم حاجة المية، ما المشروبات الغازية بنقول للناس كلها لا المشروبات الغازية لا بتزود الحالة مش بتقللها، اكيد. فضروري إن المشروبات الغازية تتمنع كمان. لا المية بس ومشروبات دافية هي أحسن حل مساعدة لارتجاع المريء. المشكلة في دايت، يعني مثلا ايه، بيبسي، كنز، اي كنزية دايت، ده انا باخدها دايت لا هو وبعد كده جاني حموضة بالليل. طب دكتور شريف قال لي الغازات ممنوعة، فانا مش ممنوعة، انا خدت المادة الغازية اللي هي الدايت، لا تمام؟ حتى لو دايت المواد الغازية بتزود الارتجاع، عامة. بتزود أعراض الارتجاع بكافة أنواعها. تمام يا دكتور. طب حضرتك برضو انا عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا، الحياه، نمط الحياه العام، مثلا بعدنا عن المسبكات والمقليات زي حضرتك ما قلت والكلام ده كله، والسجاير، التدخين والكلام ده. في حاجات بقى غريبه قوي بتحصل وبدون اي تفكير، الام وهي ماشيه الابن عنده فعلا ارتجاع مريء، وراحت رايحه على اي سوبر ماركت وراحت جايبه له باكو شيبسي كبير قد كده عشان الواد يسعى فيه طول الطريق. الكبير نفسه مش باكل والله وبعرف ابلع الاكل الا لما يكون طبق الشيبسي قدامي. ايه رأي حضرتك؟ لا طبعا الشيبسي برضو من الحاجات اللي ما مقليات زي ما احنا قلنا، غير ان هو بيحطوا عليه المادة مكسبات، الحافظة دي مش مكسبات عايزين طعم ننساها. ومكسبات طبعا اكيد. طعم ومكسبات لون وكده. لا احنا طبعا الشيبسي من الحاجات اللي بتزود الارتجاع جدا برضو، وكل المقليات بس الحاجات اللي هي كترت قوي برضو الفترة دي، الناس يبقى بره البيت او في مكان بياكل شيبسي بياكل بطاطس مقلية. حاجات كده سريعة تيك اواي عشان بس عبال ما التيك اواي اروح ده وكده. زود اعراض اكيد ارتجاع المريء وزود تشخيصه، اكيد. لا فلازم نقللها يعني. طيب هننتقل لمرض يمكن اصعب شوية، اللي هو الميكروب الحلزوني اللي مقلق ناس كتير جدا 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 النهاردة، ومش فاهمين له لحد النهاردة يعني ايه ميكروب حلزوني. حضرتك هتوضح لي الاول يعني ايه المفهوم اصلا، معنى الميكروب الحلزوني هو ميكروب عدوى بتيجي عن طريق الأكل أو الشرب غالبا الملوث. أما بياخدها المريض هي ميكروب ذكي جدا، ميكروب بيعمل حواليه زي جدار وقاية كده، ما بيتأثرش بالأدوية بعد شوية إلا بأدوية معينة احنا هنقولها برضو، لكن هو ميكروب ذكي بيعمل أغلب مشاكل الجهاز الهضمي. الميكروب الحلزوني منتشر جدا، 50% من البشر عندهم ميكروب حلزوني، يعني في مصر هنا يكاد يكون 80% لا من تمام، المصريين 99. عندهم الميكروب لا الحلزوني. 99 يا دكتور. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا. الوعي الدكاترة كمان زاد قوي بالنسبة للميكروب الحلزوني، لان الميكروب الحلزوني انتشر ايوه. واعراضه فيه اعراض عادية واعراض غير عادية. اعراض عادية اللي بتبقى على الجهاز الهضمي اذا كان غثيان مستمر، اذا كان فقدان شهية، اذا كان حموضة ما بتتحسنش مع الادوية، اذا كان كمية غازات كبيرة جدا 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 والعيان بيشتكي من غازات بشكل متكرر وفي كل مكان وبره البيت وجوه البيت، وفقدان وزن. طب سوري يا دكتور للمقاطعة، في معانا تليفون أم زياد دلوقتي عايزة أتكلم حضرتك وتسأل حضرتك سؤال. اتفضل. اتفضلي معانا. أهلا بحضرتك أم زياد، معانا معاكي دكتور شريف، حضرتك تتفضلي تسألي زي ما أنت عايزة. اتفضلي اتفضلي حضرتك يا دكتور. اهلا بيك. حضرتك أنا أي حاجة باكلها بتعمل لي حرقان في من فم المعدة لفوق، تمام. بتعبني أوي. سنك قد ايه؟ أنا عندي 36، تمام. واصغر طفل قد ايه؟ فحضرتك أي حاجة باكلها بتعمل حرقان جامد تمام. ووجع جامد في فم المعدة، وما بقاش ليا نفسي للأكل ولا ليا نفسي إن أنا آكل، يعني أنا بقعد آكل بس عشان أمشي وأقف أجي، لكن طيب أنا ما بقاش ليا نفسي. في غازات ولا حاجة كتير مع الحمام؟
بسيط، الانتفاخ بسيط بس في وجع تحت خالص اللي هو مكان القولون العصبي. تمام. هو وزنك زايد ولا حاجة؟ لا لا انا طيب، وزني عادي. هو احنا ننصحك بس بتنظيم الاكل زي ما احنا اتكلمنا في طب الحلقة. شكرا لحضرتك يا مزيات، هنرد عليكي حالا. اتفضل دكتور. ننصحك بتنظيم الاكل وتعرضي نفسك على اقرب دكتور ليكي، ان شاء الله يكتب لك الدواء المناسب. هو ده غالبا دي حالة ارتجاع مريئي يعني، هيكتب لك الادوية ان شاء الله تساعدك وتبقي كويسة باذن الله. ايه طب دكتور، نرجع لموضوعنا. إيه احنا الميكروب بنقول الحلزوني، طبعا الاعراض بتاع الميكروب الحلزوني قلنا اعراض في الجهاز الهضمي واعراض ايوه خارج الجهاز تمام. الهضمي. الاعراض في الجهاز الهضمي اللي قلناها غثيان، كميه غازات كبيره، التهابات في المعده ما بتتحسنش، تجشؤ وكميه غازات بتطلع مع التجشؤ او سوري يعني مع الحمام. مريض متضايق على طول، باكل بتعب، كل مريض الجرثومه ياكل يتعب. دي بالنسبه لاعراض الجهاز الهضمي. اعراض خارج الجهاز الهضمي وبتجيلنا من تخصصات تانية، دايما تجيلنا من تخصصات الجلدية بطفح جلدي مش مفصل. بعد اذنك يا دكتور. اهلا استاذة رجاء، اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله السلام. وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي بتعالج من الغده، ايوه اللي هو لو سمحت عني صوتنا بس شوية عشان الدكتور يسمع من فضلك. بتعالج، عايزة أعرف يعني سبب الغدة ده إيه بالظبط؟ وهل هي يعني في مخاطر عنها، يعني في خطر على الواحد منها ولا إيه؟ انت بتتعالجي من الغده نقص الافراز ولا زياده الافراز؟ لا نقص الافراز. طيب عملتي موجات صوتيه عليها؟ عملت موجات. طب قالت ايه؟ لا، ما هي بتترس بس ما فيش يعني لا قدر الله حاجات. ما فيش اي حاجه. تمام تمام، هرد عليك. حاضر، شكرا لاتصالك للاستاذه رجاء. اتفضل الدكتور. بص يا مدام رجاء، احنا نقص الغدة حاجة مش مقلقة، هو محتاج متابعة بشكل دوري كل شهر او شهرين مع الدكتور المعالج بتاعك. بتعملي وظائف غدة وبنعمل أشعة موجات صوتية على الغدة كل 3 ل6 شهور. ان شاء الله هي ما فيهاش قلق، ما بتتشالش الا لو حصل تطور في الحالة، لكن على النسبة اللي انت بتقوليها دي هي محتاجة متابعة جيدة بس، وان شاء الله تبقى زي الفل. شكرا دكتور للإجابة على السؤال. نرجع لموضوعنا. هنكمل على موضوع الميكروب الحلزوني. بنقول ان بيجي لنا من دكاتره الجلديه بطفح جلدي غير مباشر مبرر. ايوه دكتور الجلديه وهو بيدور على الاسباب بيبقى مريض ارتكاريا مزمنه، بيدور على اغلب الاسباب ويديله علاجات والمريض ما بيستجيبش، في الاخر بيكتشف انه نتيجه الميكروب الميكروب الحلزوني. الحلزوني طبعا. برضه بيجي لنا من دكاتره التغذيه بحالات النحافه الشديده، بيبقى معاهم ميكروب حلزوني من فترات بعيده لانه بيفقد الشهيه كمان. في عرض اساسي من كتر الوجع اللي بيحصل والالام اللي بتحصل مع الاكل الميكروب الحلزوني، صح كده، العيان بيبدا يفقد ما الشهيه. بيستفدش كمان من اكله دكتور، يعني هي بتاكل النحافه دي معاه. بالظبط كده. يعني هي يعني هو انا بنقول ان دايما شكوى الميكروب الحلزوني المريض بيقول لك انا باكل، يا اما نفسي مسدوده دايما بصفه ايوه مستديمه، يا اما باكل ومش عارف وبفقد وزن. النحافه عندي، بفقد ايوه وزن كتير ايوه ومش بزيد خالص. ما هو بيجي تمام. لنا من دكاتره الدايت دايما. وهو بيدور برضو في اسباب النحافه الشديده عند العيان، اذا كان غده درقيه او طفيليات او كده، بيكتشف ان في ميكروب حلزوني عامل فقدان للشهيه عند المريض وعامل فقدان وزن، فغالبا بيبعته لنا نعالجه وبيبقى كويس ان شاء الله وبيبقى كويس. طب معانا تليفون يا دكتور، أستاذة ندى. اتفضل. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام. بعدين عندي معلش، ممكن حضرتك تعلي صوتك بس لو سمحتي، او في مكان فيه شبكة لو تكرمتي. حضرتك ممكن في مكان بس فيه شبكة كده عشان نسمع حضرتك، دكتور يسمع حضرتك. بقول لحضرتك أنا بتعالج من الطب وعنده وقف الأكل. لا صوت حضرتك مش واضح يا فندم. شكرا لحضرتك، ممكن تتصلي بينا تاني.
اتفضل يا دكتور. بس احنا قلنا الاعراض اللي هي اعراض على الجهاز الهضمي واعراض خارج الجهاز الهضمي اللي هي التصحي الجلدي وفقدان الوزن وفقدان الشهية. هنخش بعد الاعراض على طرق التشخيص للجرثومة. طرق التشخيص للجرثومة هي تحليل من 3، يا تحليل الدم وده القديم وبنقول للناس ان هو ما بقاش يستخدم الطريقة القديمة خالص، ده اقدم حاجة، لان هو ممكن انا ابقى خفيت من الجرثومة والتنيها الاجسام المضادة في الدم موجود، فبنقول ان ده ما بقاش يستخدم. اللي بيستخدم دلوقتي تحليلين، يا اما تحليل الانتيجين في البروز اللي هو اتش بايلوري انتيجين في البروز، وده بيتعمل بنسب دلوقتي بناء على النسبة بيدلنا على شدة الإصابة. تمام. في تحليل تاني بنعمله اللي هو يوريا بريست تيست. معلش يا دكتور، معانا تليفون ام محمد. اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا اهلا بيكي. بقول لك لو سمحت، انا يعني جوزي جاله فوران في ايديه كده، وبعد كده هرش في رجله، يعني عمل في رجله بكعب رجله الثانية، فالجلد بتاع رجله طلع، فعملت بقعة حمراء في رجله كده. تمام. فروحنا كشفنا جراحة، فدلوا مرد حيوي وكريم بس ما بتخفش عليها. طيب هو مريض سكر ولا حاجة؟ لا، حللنا سكر. لا، حللنا سكر وطلع السكر ما فيش حاجة. طيب روحت لحد جلدية؟ لا، احنا كشفنا جراحة بس صراحة. طيب هتروحي الجلدية الأول، ولو الجلدية قل كويس اعملي تحليل الجرثومة، ممكن تبقى سبب في الطفح الجلدي المفاجئ ده. شكرا لاتصال حضرتك يا فندم. اتفضل يا دكتور. تمام. هو هي بتقول ان ظهر طفح جلدي بشكل مفاجئ، فسألتها وراحت لدكتور جراحة وادها علاج وما جابش نتيجة. تمام. بس سألتها ان في سكر، الحمد لله مفيش سكر، عشان ما يبقاش في قلق من الجروح. فهي توجه لأقرب دكتور جلدية، لو ما جابش نتيجة يبقى لازم تعمل تحليل جرثومة، ممكن يبقى ليه سبب يعني. احنا كنا بنتكلم في طرق التشخيص، وقلنا اللي هو تحليل الانتيجين اتش بايلوري انتيجين في الاستول ده مهم وبالنسبة ودقيق جدا. التحليل التاني اللي هو بالنفس، يوريا بريست تيست، ده بيتعمل تحليل بالنفس، بيخلي العين ينفخ في بالونه كده ويقيس نسبه الميكروب الحلزوني ويطلعه بنسبه برضه. وده دقيق جدا، يعني ايهما اذا كان النفس او الانتيجين في البراز، دول الاثنين دقيقين جدا عشان يشخصوا الجرثومه. لكن اللي هو في الدم ما بقاش يستخدم، وما انصحش حد يعمله لان هو مش دقيق يعني. تمام. طب استاذه نجوى رجعت لنا تاني، اهلا بحضرتك، اتفضلي معانا. اتفضلي اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. معلش بس استاذنك، عايزه اسال حضرتك على حاجه. معلش. اتفضلي. انا دلوقتي عندي جروح في رقبتي، كنت بتعالج في طبيب. تمام. الفتره الادويه لقيت انها دي وجمت شويه، لان مش قادره اتحرك. الدكتور رشد التشخيص عند دكتور جهاز هضمي، وقال لي قال كده من كتر الادويه اثرت على الثاني ادويه في المعده. تمام. برضه خدتها ومفيش فايده برضه. الشكوى الاساسيه حاجه امشي مش قادره، عظم ثم وجعني رجليا، لا مش قادره، مش عارفه ايه اللي في ده. الشكوى الاساسيه ايه؟ معلش، عظم كله بيوجعك؟ معدتي اجي اتكلم، مجرد اتكلم حاجه الاقي نفسي بهبط، كل شاب مني وشاب مخلوق الجسم كله شاب مني، مش قادره اتنفس ولا قادره. طيب عملتي منظار معدة؟ ما عملتش أي حاجة، هو اداني أدوية بس المعدة، حسيت إن تحت حاجات بسيطة، مجرد بنت شوية بهبط. طب مشيتي عليها قد إيه أدوية المعدة دي؟ هو الوقت تقريبا دخلت على أسبوع أو أسبوعين تقريبا. أيوه. لا، هو طبعا التحسن بيبقى بعد مع طول الفترة يعني غالبا أدوية المعدة لو المعدة فيها التهاب مش هتبدأي تحسي بتحسن حقيقي الا بعد شهر مثلا، يعني التزام بالعلاج لمده شهرين، وهو الدكتور المفروض يقول لك. لو ما فيش استجابه هترجعي له تاني، غالبا بنعمل منظار عشان نشوف ايه السبب يعني. انا دلوقتي يا دكتور كمان جنوبي بتوجعني جنوبي، وحاجات عامله تحليل سرعه الترسيب وجنوب راسي وحاجات من دي، فقال لي في الدم عندك التهابات وسرعه الترسيب عاليه. سرعه الترسيب عاليه؟ هترجعي للدكتور برضه، هيدور على السبب ايه. شكرا استاذه نجوى لاتصال حضرتك.
ايه نكمل حديثنا دكتور اتفضل. احنا هي اسود نجوى سالت على عندها الام وسرعه ترسيب عاليه، احنا بننصحها ترجع بس للدكتور المعالج الاول، ويفضل انها تعمل منظار. المنظار هيوصلها لتشخيص ان شاء الله. اكيد طبعا. بالنسبه للميكروب الحلزوني، نرجع لموضوعنا بتاع الحلقه، احنا كنا وصلنا للتشخيص. هنبدأ بعد كده مرحلة امتى نعمل منظار لمريض عنده ميكروب حلزوني. مريض عنده ميكروب حلزوني وما بيستجبش للعلاجات، ادينا له علاج مرة واتنين وما بيستجبش. يعني احنا بنرجع دكتور اسف على المقاطعة بالعلاج الدوائي. غالبا علاج دوائي الاول مع اي بيشن بيجي لحضرتك. تمام. لكن احنا بنقول دلوقتي في التشخيص كمان ممكن نستخدم المنظار وناخد عينة من مكان الالتهاب ونحللها، تقول برضو ان في ميكروب حلزوني ولا لا. في العلاج بقى احنا بنقول ان في بروتوكولات كتيره لعلاج الجرثومه. اهم معلومه نقولها للناس النهارده ولو وصلت تبقى حاجه كويسه جدا، ان ده ظاهر معانا دكتور على الشاشه فعلا اهوت. تمام. اهم معلومه نقدر نقولها للناس النهارده ان الميكروب الحلزوني ده عدوى. ممكن اتعالج منها وابقى كويس واتاكد انها راحت، وبعد كده ترجع لي تاني. هل ممكن ترجع لي تاني؟ ممكن ترجع لي تاني لانها عدوى من الاكل او من الشرب. وبين افراد العيله لو اكتشفنا فرد عنده ميكروب حلزوني، غالبا يا ريت نعمل لكل الافراد التحليل، لان هو بيتنقل عن طريق اللعاب وعن طريق مشاركه الادوات الشخصيه. يعني احنا لو كده. بناكل بمعالق واطباق مع بعض، وممكن يتنقل من فرد لفرد. ده الكلام ده لو في احنا مثلا في عيله في 100 واحد، اسره واحده، غالبا يبقى بناخد بالنا بقى من الحاجات دي احتياطات، لان هو معدي، المرض هو معدي جدا عن طريق اللعاب. احنا بنقول للناس، او عن طريق البراز طبعا، قله نظافه شخصيه. بنقول للناس ان احنا غسيل الايدين ده عاده مهمه جدا في الفتره اللي احنا فيها وانتشار فيروس كورونا. بنقول غسيل الايدين ده حاجه مهمه جدا، اكيد، بالميه والصابون قبل الاكل وبعده، وقبل الحمام وبعده، قص الضوافر، الاشتراطات الصحيه، الاكل والشرب لازم ابقى اغسله كويس قوي. وبناشد من هنا اصحاب المطاعم عامه انهم يهتموا شويه بالنظافه العامه، لان مشكله الجرثومه انتشارها للاسف بيبقى انتشار في مصر من تلوث، يعني تلوث ميه او تلوث اكل. وغالبا الاكل، مش هنقول الاكل مثلا مشوي او طالع من النار، لا، غالبا السلطات والكلام ده. لا فاحنا نقدر نتفادى ده كله بمراعاه الاداب العامه والنظافه الشخصيه. النظافه الشخصيه والاهتمام شويه بالنظافه. بروتوكولات العلاج، احنا عندنا بروتوكولات كتيره معتمده. بنبدا بالعلاجات الاساسيه اللي هي بيبقى غالبا مضاد للطفيليات، ومعاه مضاد للحموضه، ومعاه مضاد حيوي. ويبدا العيان كورس لمده 14 يوم، يحاول خلال 14 يوم ان هو ما يبطلش العلاج تحت اي ظرف، حتى لو اتحسن، لان هو كورس لازم نكمله عشان ننهي عليها بصفه كامله. في بعض الناس ممكن نخلي الكورس ده 3 اسابيع، مفيش مشاكل. وبعدها بفتره بنكمل على ادويه تانية، وبعدين نعيد التحليل. لو العيان بقى سلبي خلاص ده حاجه كويسه، لو لسه ايجابي بنغير الكورس لكورسات اقوى وهكذا. فبننصح المرضى بشكل عام ان انا لو شخصت جرثومه لازم اتابع، تنيني متابع مع الدكتور لحد ما اتاكد انها اختفت بس. ولو هي ما اختفتش، لا، دي مش نهايه الدنيا، ده نسبه من الناس ممكن ما تختفيش فيهم، مش عيب دكتور يعني. هو بس هيغير الادويه، يدي ادويه مختلفه وادويه اقوى، غالبا ان شاء الله هتختفي. برضو اقول للناس حاجه، ان الجرثومه دي عدوى، مش مهم جدا ان احنا نقول ان احنا انا هاخد كورس وخلاص وهبقى كويس. المهم ان انا بعد كده اهتم بمستوى النظافه الشخصيه، وما اكلش بره البيت بشكل مكثف. يعني مشكله ان انا ولو هاكل بره البيت هاكل حاجات انا يا مكان انا ضامن مستوى النظافه فيه، يا ما باكلش حاجات احتمال التلوث فيها عالي. يعني المايه تبقى معدنيه مقفوله، السلطات ابعد عن السلطات الا لو كنت ضامنها جدا. غسيل ايديا مهم جدا قبل الاكل وبعد الاكل، قبل الحمام وبعد الحمام، حاجات بسيطه
لكن تقدر تفادينا مشاكل كبيرة من انتشار الجرثومة الانتشار الواسع ده، اللي هو غالبا نتيجة قلة الالتزام بالعادات الصحية يعني. طب معانا استاذه منال. اهلا بحضرتك استاذه منال، اتفضلي. اهلا بيك يا اهلا فندم. بحضرتك، السلام عليكم. اهلا بيك، اتفضلي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ وعليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه منال؟ الحمد لله. حضرتك، انا بعد الاكل مباشره بحس بوجع برضه في معدتي كده والام في الظهر. تمام. طيب فبعدين يا دكتور، انا اصلا يعني مريضه ارتجاع، تمام. بس انا الالام ديت ما بتروحش غير لما باخد علاج معين. انا عندي 36 سنه او 37 سنه يا دكتور، هو طيب. العلاج يعني انا المفروض ان انا امشي على العلاج ده طول عمري، ولا في حل نهائي لموضوع ارتجاع المرجيح ده يا دكتور؟ تمام. هل انت ملتزمة بنظام الاكل ولا لا؟ ايوه يا دكتور، انا باكل مواعيد الاكل بتاعتي في ميعادها وكل حاجه، لا يعني انا يعني وفي الغالب ما بتعشاش بالليل، يعني اكلي خفيف بالليل. بس تمام. يا دكتور انا بحس بالام المعده والام الظهر ديت مباشره بعد الاكل. تمام. هل حضرتك انا هفضل طول عمري امشي على علاج ارتجاع المريء ده، ولا ليا حل نهائي للموضوع ده؟ تمام. شكرا لاتصالك استاذه منال، ودكتور شريف هيجاوبنا حالا على سؤال حضرتك. في اتفضل يا المرضى دكتور. اللي زي الأستاذة منال، احنا غالبا بنمشي على العلاج بجرعات قصوى شوية في البداية، بنزود الجرعة تبقى أقصى جرعة علاجية لمدة شهرين، وبعد الشهرين نعيد تقييمها تاني، هل جالها الارتجاع بشكل متكرر وهي بتاخد العلاج بالجرعة القصوى ولا لأ. بعديها بنعيد تقييم الحالة، لو استريحت غالبا بننزل بالجرعة تدريجيا لحد ما تقدر توقف العلاج حتى، او تاخده بجرعة قليلة يوم ويوم، او كل يوم بجرعة قليلة، ومع مراعاة انها تلتزم بنظام الاكل اللي هو البعد عن المقليات زي ما قلنا والمشروبات الغازية والكلام ده، غالبا هتتحسن بالالتزام. لكن هي زي ما احنا قلنا ان مرض ارتجاع المريء مرض مزمن وبيزيد جدا في السيدات، فهو غالبا مش هنقول ياخد طول العمر، بس يعني ياخد على الاقل لمده 6 شهور، وبعد كده نقدر نسحب العلاج بالتدريج، وممكن يبطله او ممكن يرجع له على حسب الاعراض يعني. على فكرة سؤال الأستاذة منال ده كان سؤال مهم جدا، لان فعلا يا دكتور ناس كتير قوي بتقرق من الموضوع ده، وبتقول لنفسها هو انا هفضل كده مريض الميكروب حلزوني او ارتجاع مريء مدى الحياه، هاخد علاج مدى الحياه؟ ففعلا كان سؤالها مهم لا، جدا. هو الميكروب الحلزوني بيشفى تماما، وممكن ما يرجعش باننا ما ندخلش عدوى تاني، اكل ممكن يرجع لي العدوى، لكن هو المريض رجع الارتجاع في حالات معينة، يعني احنا بنطمن كل المشاهد دلوقتي ان لازم يبقى مطمن. حضرتك بتقول بيرجع في حالات معينة، بيرجع في حالات من معينة اللي هي اكلات عدم تلوث نظافة، تاني، انا تلوث دخلته تاني تاني جسمه، بس كده. او تلوث. الحالات اللي هي يعني مقاومة للعلاج، لا بيخف بكورسات معينة وبيشفى تماما. يعني مريض الميكروب الحلزوني يمكن انه يبقى شفي، تم تمام. شفائه، لكن مريض الارتجاع لا، بيتنيه ابس اند داون، يعني اعراض بتزيد وتقل بناء على طبيعه اكله والتزامه بالدواء والتزامه بالاكل. في حل نهائي، حل جراحي اللي هو عمليات جراحيه، ان هو بيحاول يقوي شويه العضله اللي هي في نهايه المريء، بس مش نجاحه مش بالنسبه العاليه يعني. دي اخر حل بقى في واخر حل العلاج. لما العيان يبقى زهق من العلاجات، وعلاج الارتجاع المريء مش بيبقى كم علاجات كبير، ده هو علاج منظم وعلاج لتقليل نسبة الحموضة، غالبا بيخليه عايش كويس ومش بيتكرر بشكل كبير، يعني ان هو يبقى مضايق العيان، وكوني باخد علاج وعايش حياتي بشكل كويس، ده حاجة مش يعني مش وحشة، حاجة كويسة جدا ان انا قادر اعيش بدون ألم او بدون حاجة تضايقني. طب حتى سؤالي لو المهم يا دكتور دلوقتي اللي انا هسأله لحضرتك حالا، ازاي المريض يعرف ان هو الفرق بينه عنده مثلا ارتجاع مريء وميكروب حلزوني او جرثومه معده زي ما بنقوله، بسبب اللي يعني مثلا ايه تشابهات الالام، يعني في مغص هنا في لا، ارتجاع هو هنا. ارتجاع المريء هو دايما المغص البطن بنقول عليه انا عندي ميكروب حلزوني، عندي جرثومه معده، عندي كده. لا، هو في دايما فرق بين ارتجاع المريء اكيد وبين ميكروب حلزوني. ارتجاع المريء اعراضه واضحه، اللي هو هارت بيرن، يعني حرقان في فم المعده وبيطلع على صدري لفوق، ده حاجه واضحه خالص ومتكرر، ممكن يصحيني من النوم بالليل، ممكن زي يضايقني، حضرتك ممكن ما ذكرت كده. ممكن يزود ضربات القلب، ده واضح جدا كارتجاع المريء.
الميكروب الحلزوني لا ليه اعراض كتير، اللي هو زياده الغازات، الغثيان، التجشؤ، الام في المعده، حموضه ما بتستجيبش للعلاج، فقدان وزن، فقدان شهيه، اعراضه اكتر شويه واكتر انتشار. لكن على مستوى الانتشار الاثنين منتشرين. اذا كان ارتجاع المريء ده نسبه مثلا نقول من 20 ل 30% من الناس، لكن الميكروب الحلزوني نقول 80% من 90 الناس. يا دكتور، انا رايي 90. فهو منتشر يعني. فايهما ده ليه اعراض وده ليه اعراض، ووسائل التشخيص بتاعتهم الاثنين مختلف. ده بيتشخص بمنظار وقياس ضغط المريء، والتاني ده بيتشخص بتحاليل في المعمل. يعني هما قصتين مختلفين ممكن يساهموا مع بعض. يعني مريض الارتجاع وعنده ميكروب حلزوني يبقى اعراضه قويه جدا، الاثنين يبقى مع يصنف بعض. ان هو ايوه بالظبط يبقى يصنف الميكروب الحلزوني هيزود الاعراض جدا عليه. طبعا يعني في ناس كتيره دكتور، على فكره حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا، عندهم الحاجتين في وقت واحد بالظبط. وده اللي بيزود الاعراض. فاحنا بنقول للمريض الارتجاع وعنده ميكروب حلزوني او مريض الارتجاع وما بيتحسنش لازم يعمل تحليل ميكروب حلزوني، تمام، لانه ممكن يبقى سبب مساهم جدا يزود بقى ان الاعراض. الاعراض ما بتروحش او ما بتتحسنش، زي حاله استاذه منال اللي طلبتنا. ايوه بنقول لها لا، ممكن نعمل تحليل جرثومة ميكروب الحلزوني لانه ممكن يبقى سبب، يبقى عندها ميكروب حلزوني مع الارتجاع مزود الاعراض جدا وما بتتحسنش على اكيد. العلاج. الحاجتين مجتمعين في وقت واحد. إيه، طب دكتور شريف معانا تليفون احيانا دلوقتي. اتفضل. إيه، استاذ علاء. الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل حضرتك. ازيك يا دكتور؟ ازيك، اتفضل. دلوقتي يا دكتور انا كنت رحت كشفت عند دكتور وحللت وطلع عندي جرثومه، ومشيت على كورس علاج لمده شهر. تمام. الاعراض اللي كانت بتجي لي يا دكتور كان في انتفاخ على طول في الجنب اليمين. تمام. وحللت صورة دم كاملة، المهم في الآخر قال لي في جرثومة، ومشيت على الكورس كامل. تمام. لما بطلت الكورس برضو رجعت نفس الحالة. الأعراض. طب أنت أما خلصت الكورس عدت التحليل تاني اتأكدت إن مفيش جرثومة؟ عدت التحليل تاني ومشيت على الكورس لمدة 15 يوم أسبوعين، وعملت تحليل تاني برضو وبيقول لي في نسبة لسه في الجرثومة، فأنا مش عارف أعمل إيه، حضرتك تدليني عليه. تمام، حاضر. شكرا يا دكتور. شكرا لاتصال حضرتك أستاذ علاء. أستاذ علاء هو من الحالات اللي هي مقاومة للعلاج بتاع الجرثومة. ده يا إما سبب من اتنين، يا إما إن هو بياكل سوري يعني من الشارع أو أكل ملوث فبترجع له الجرثومة بشكل متكرر، يا إما الحاجة التانية إن هو خد كورس واتنين وعنده نوع من الجرثومة اللي هو مقاوم للعلاج. فالنوع المقاوم للعلاج ده ليه كورسات معينة، هيرجع للدكتور المعالج غالبا هيشوف هو خد كورس إيه قبل كده، كورس مرة واتنين على كلامه، يبقى غالبا هيديك كورس أقوى من الاتنين، وغالبا إن شاء الله يتحسن ان يخف شاء الله. تماما. دكتور طبعا عايزين بقى في قبل ما نختم حلقتنا طبعا بندي نصايح عامة لكل مشاهد دلوقتي بيشوفنا مع دكتور شريف، نصايحنا العامة ايه لمريض ساي الميكروب الحلزوني او ارتجاع المريء؟ اهم حاجة ورقم واحد نقول للناس كلها اهتموا بالنظافة العامة. اكلك وشربك لازم يبقى نظيف جدا، مستوى النظافة كويس، اغسل ايديك قبل الاكل وبعده، قبل الحمام وبعده. الادوات الشخصية كل واحد يبقى ليه ادواته الشخصية، معلقة، شوكة، سكينة، طبق في البيت، فرشة سنان، كل واحد ليه ادواته الشخصية المنفصلة عن الفرد التاني، لان اصابة واحد ما تنقلش الاصابة لحد تاني. ظبطوا اكلكم كويس قوي، كلوا اكل مشوي او مسلوق، ما تاكلش اكل من الشارع ما تعرفش مصدره. كل اكل نظيف كويس جدا، اهتم بنظافة الاكل اللي هو سريع التحضير، خاصة السلطة، اغسل الخضار كويس قوي او انقعه في مية بخل قبل ما تقطعه، اعمل السلطة دايما فريش ما تعملهاش وتركنها لان نسبة التلوث بتزيد فيها. اهتم قوي بانك لما يظهر عليك اي اعراض غير مفسرة ليك، مش هروح للصيدلي سوري يعني اخد حباية للمعدة واستريح وخلاص، لو اتكرر عليا العرض بشكل متكرر لازم اروح لدكتور، والدكتور هو غالبا ان شاء الله هيوصل معايا للسبب اللي هو هيعالج، مش هيضيع الاعراض وخلاص.
هيعالج السبب. يعني الدكتور دايما بيدور على سبب الاعراض الموجوده وبيوصل ليه، وبناء عليه بيوصل يعالج الاعراض يعني. يعني بنقول في يعني النصيحه المهمه اللجوء للطبيب المختص بمجرد ما بحس او اي بيبان عليا اي عرض. تمام. إيه تمام. والدكتور انا باكد تاني الطبيب المختص. ايوه طبعا. مش بناخد علاج بقى من نفسنا، مش بنبدا حتى لو هو خد علاج من نفسه لفتره قليله، كان تعبان قوي او مش لاقي دكتور. سوري يعني هو بالليل مثلا متاخر او في وقت معين وهو او ظروفه الماديه مش مساعده انه يروح لدكتور، لا هو الاول ده لو حاجه مبدئيه مفيش مشكله، لكن لو اتكررت الاعراض ولازم يعرف سببها ايه، يروح لدكتور بناء عليها هيوصل للسبب ايه. اكيد طبعا. مش بناخد علاج اعراض يعني، هو لازم يوصل للسبب عشان يقدر يوصل لنتيجه يعني. طب دكتور شريف، طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا معانا في نهايه الحلقه، وبقول لحضرتك ان انت استمتعنا معاك فعلا بالحلقه الجميله ديت وبالموضوع المهم قوي اللي بيقرب ناس كتير جدا. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا يعني. ونتمنى ان القناه ولكل المشاهدين يعني. شكرا دكتور، ألف شكر لحضرتك. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجنا حوار مع طبيب. إلى اللقاء.